مالي ضغط عليها. اوه شو طلع لي، اوه شو طلع لي شباب، اوه شباب شو طلع لي، انا ما كنت منتبه والله شباب، ما كنت منتبه والله شباب، اقسم بالله عرض خرافي اقسم بالله، يعني جد بنصح الناس تشترك فيه، واذا اشتركت فيه وبالايام اطالع عليه كيف تشترك كل شهر مجانا، ما بعرف لا اشوف الله حاليا ما بعرف، يعني مرة كلمة مجانا شباب ابو جانا على راس كتير كتير ابو جانا. واو شباب، واو 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 شو طالي، واو بحسب اشتري شباب بالذهب اللي عندي، طبعا غالي كتير بس بحسب اشتري بالذهب اللي عندي، يعني البسة اسطورية بالذهب بهالعرض هذا، والله شي حلو شباب. خلينا نشوف غيره، هذا سيزون شباب كتير كتير انا متراجع فيه. ليه شباب؟ لاني انا ما كنت صحيح مضروب اصبعتي كمان، ما بعسن بلعب لا على الكمبيوتر ولا بلعب على شيء، مشان هيك شباب عذروني الار بي عندي جدا ضعيف، فهالشيء ما عم بنزلكم جيم بلاي مثل عادي ولا عم بنزلكم فيديوهات مثل عادي شباب، لاني جد شباب مضروب اصبعتي وما بعسن بشتغل شيء ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شلونكم؟ الله يعطيكم العافية، محمد من قناة عزام مافيا، رجعنا لكم شباب بفيديو جديد وحلقة جديدة. مثل ما وعدتكم اليوم شباب نزلت على المنتدى على القناة، رح نجرب نشحن شباب العرض اللي نزلته الشركة ابو 10 دولار بس، الله ما بعرف شباب عاملين عليه خصم، هون نشحن مع بعض شو بده يجيني، راح يطلع لنا 900 شدة في الشهر شباب، 900 شدة شهريا، والله رائعات شباب، يعني اشتريهم بهالسعر هذا اللي حطته الشركة ما كنتوا شايفين ما راح احصل مثلهم. طلعوا شباب 900 شده شهريا مع شويه عروض كتير حلوه شباب، يعطينا 10 ار بي كمان نقاط، وعنا خصوم يوميه على المختلف العناصر وخصم 50% على اول يا نصيب صندوق كلاسيكي كل يوم كمان، وعنا ار بي وعنا يو اس كمان 20 يوميا، مجموع 600 مع فضل شو شباب، يعني هو كل بعضه شباب امر جدا بسيط اني نشترك بهالشهر، طبعا بتحسن انت اذا اشتركت فيه بتحسن توقفه انت كل شهر، هو بضل كل شهر اوتوماتيكيا عم بقص عندك من حسابك، بس نحن هلا نشوف، خلينا نشحنه مع بعض شباب ونشوفه. مثل ما كنتوا شباب اكتمل الشراء، خلينا نشوف بده يطلع لنا، خلينا نشوف يلا. واو طول شباب شو طلع لنا، حاج حاج على الناس تبعت لي حاج، طلع شباب طلع طول الناس تبعت لي، هلا شو بدي اشوف انا، ايش عم تطلع لي، شو بدي اشوف شو طلع لي، هلا هون عنا طلع لنا 10 ار بي، هدول يوميا كني اذهب للتسوق. واو شباب واو 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 شو طالي، واو بحسب اشتري شباب بالذهب اللي عندي، طبعا غالي كتير بس بحسب اشتري بالذهب اللي عندي، يعني البسة اسطورية بالذهب بهالعرض هذا، والله شي حلو شباب. خلينا نشوف غيره، انا اشتريتها هي، خلينا نشوف جمع 20، طب شو اذهب، خلينا نشوف هون بيعطوك خصم، خصم مو خصم، خصم ها 120 60، خلينا نجرب وحده شباب، بس طبعا حطيتوا لنا لايك ما شباب، حطيتوا اكيد حطوا اكيد عملتوا لنا لايك، واكيد اول مره انت عم تشاهدني عملت لنا اشتراك، بعرف خلينا نجرب اول شيء يطلع لنا، حاج تبعتوا يا حبيبي يا حبيبي، حاج تبعتوا لنا، خلينا نشوف هلا، هون كان معي 2500 كاش، 2500 شده هسه بقول كاش شباب، اخذ 2500 شده، طيب طلع عنا هلا هون شباب، هلا اخذنا هاي اذا بالتسوق، وعنا هون كمان 96 شدة، خلينا نجربها شباب لعيونكم شباب، خلينا نجربها ما عندها أي مشكلة، طلعنا وحدة كمان جربناها، كم شدة صار حطينا؟ يعني ال 20 طلعتنا حطينا دبلة أكثر شباب، الله الله بشيرو هاد، خلينا نشوف، طبعا أنا أكثر شيء شباب عجبتني وكتير انبسطت عليها هي الروم، يعني بيطلع لك روم شباب، وين الروم؟ يعني اشتريتها كلها شباب مشان الشدات اشتريتها، ومشتريتها مشان ال ها مالي ضغط عليها، اوه شو طلع لي، اوه شو طلع لي شباب، اوه شباب شو طلع لي، انا ما كنت منتبه والله شباب، ما كنت منتبه والله شباب، اقسم بالله عرض خرافي اقسم بالله، يعني جد بنصح الناس تشترك فيه، واذا اشتركت فيه وبالايام اطالع عليه كيف تشترك كل شهر مجانا، ما بعرف لا اشوف الله حاليا ما بعرف، يعني مرة كلمة مجانا شباب ابو جانا على راس كتير كتير ابو جانا، كان معي 2500 صار معي 2670 شدة شباب، بس طبعا ايش طلع لنا كمان، هذا الصندوق معنا اشتريناه من شوي ب 100 شدة 96، يطلع لنا شيء حلو هولي شد، اقسم بالله العظيم ما بعرف شو هي الشركة، ما بطلع شيء حلو شباب، طلعوا شباب ايش طلع لي، طلعوا شو هاد، والله 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 شو هاد، انا بدي شيء اسطوري
يا إلهي شباب، خلينا نشوف. طيب، هاي ال شو كان اسمه؟ شباب الروم، أهم شي الروم عشان بتعرفوا انتو. بكرة إن شاء الله بكرة شباب الساعة 9، لا تنسوا موعدنا بالبث كل خميس وسبت الساعة 9 معنا مسابقات بالبثوث المباشر المساوية، لا تنسوا شباب تجوا عليها إن شاء الله. مفتاح رومين بس، واللي بيقتل 7 أشخاص وبياخد أول بياخد بطاقة جوجل 10 دولار، هي إهداء من القناة من أرباح القناة. لا عم نشتري مشتركين بالبطاقة جوجل 10 دولار، ولا عم نقلب المشتركين مثل ما بتحكي عنا بعض القنوات وبعض الناس، ولا عم نسوي شيء مع المشتركين، هي هدية من أرباح القناة للمشتركين كل ما هنالك. طيب شو طلعنا هون كمان يا عذاب؟ شو طلعنا كمان هون؟ ما عنا شيء كمان هون شباب أبدا، هذا هو العرض كلياته. بس طبعا هون أنا شوي أخطأت، صرفت صار كتير. هون مشترى، هون زاد للتسوق عناصر، طبعا هون بده ذهب كتير، هون خصم، طبعا هون شهريا، اشترك شهريا للحصول على المزيد منه. كمان هي بحسن اشتري يا شباب. هوب، لا شباب، حاج وحده حاج وحده شباب، هاي جمعناها، هاي الحصول المجموع الشهريه. واو شباب، هي بنحسن ناخذها كل شهر، كل شهر بنحسن ناخذها. واو والله شيء خرافي شباب، شيء خرافي والله شباب، عرض ولا اروع ولا اروع من هيك. بتمنى اذا عملنا لكم مسابقات نحسن تحسنوا يعني تشتروا هيك عروض، يعني جد الشباب بعروض جدا رائعة. يعني شباب يعني بالشهر كل شهر بتعطيك 900 شدة، يعني 1800 شدة بشهرين، كل شهرين بينزل سيزون تحسن شحن 1800. هلا ان شاء الله السيزون الجاي ان شاء الله شحن 1800، هذا سيزون شباب كتير كتير انا متراجع فيه. ليش شباب؟ لاني انا ماكت صحيح مضروب اصبعتي كمان، بس بلعب لا على الكمبيوتر ولا بلعب على شيء، مشان هيك شباب اعذروني الار بي عندي جدا ضعيف. فهالشيء ما عم بنزلكم جيم بلاي مثل عادي، ولا عم بنزلكم فيديوهات مثل عادي شباب، لاني جد شباب مضروب اصبعتي وما بحسن بشتغل شيء ابدا. يلا شباب، على كل حال هلا هيك خلصنا احنا الفيديو وخلصنا الشرح. ما بعرف لا شو شباب، يعني بما انه عم جيبني عم بجيني وجع راس كثير اني عم بسوي لكم مسابقات وتعطي بطاقه جوجل واحول لهم من الحساب البرامج عم اشتغل عليها ولما اتصلوا، وعم بصيرني كثير وجع راس والله شباب. ما يعني عم بخاف اوعدكم بشيء وبالاخير نخلف بهالوعد واكثر الناس ما عم تصدق، وهالشيء انا ما بهمني كله، انا بهمني ان الناس عم تربح عم تربح، هذا اللي بهمني. فان شاء الله بنوعدكم ان نخليكم تشتركوا فيه شهريا مجانا، وان شاء الله ما بعرف لشو زادكم، اكتبوا لي بالتعليقات اذا بدكم نسوي لكم مسابقات على العروض هاي. كمان نسوي لكم مسابقات، انا ما عندي اي مشكله، كلها شباب مشان انتم تكونوا مبسوطين من هالقناه هاي. يلا شباب، اهم شيء شباب بعد اذنكم كونوا عملتوا لنا لايك، واذا انتم ما عم تشاهدني اشتركوا بالقناه وتشاركونا الفيديو. يلا شباب، داني الفيديو كان مقلب محمد تابع قناه مافيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.